كذاب، هو حامل القرآن، ده أول ناس يقدرهم جهنم، لأنه قرأ القرآن ليقال قارئ. ده زي الجماعة السمع لنا الساحة إلا من رحم ربك، ما لنا الساحة، الواحد بس بيعرف يطرق صوته ويقلد له واحد معين عشان يجي. قال لك في رمضان واحد بيحكي لي في رمضان قال القراء الواحد بيصلي الركعتين، الركعة باثنين مليون، ده القراء في البلد دي هنا، الركعة باثنين مليون يعني الركعتين بأربعة مليون، وبصلاه في الجامع ده وعربيته واقفة برا بتقسم، انتهى منا جري ور عنده جامع تاني ماشي له، بيصلي أربع ركعتين بأربعة مليون، لما يتم ثمانية ركعات بيمسك 16 مليون بيمشي يرقد ينوم. دي ما نوعية قرأت القرآن إلا من رحم ربك، ديل قروا القرآن ليقال قارئ. في النهاية عشان الجماعة يجي يقول لك ده شيخ فلان جاء، شيخ فلان دخل، شيخ فلان مرق، ده أول من تسعر بهم النار. عشان كده أنت أفهم معايا المعلومة دي في الأول قبل ما أجيك لموضوع البرعي. أفهم معايا معلومة إنه ليس كل من قرأ القرآن يعتبر من أهل القرآن. أهل القرآن هم الذين يعملون بهذا القرآن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما نقل ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، شوف على القرآن كيف انت بتتكلم ساي، ده على القرآن الصحيح. ابن تيمية نقل الأثر عن عمر بن الخطاب، قال حدد عمر بن الخطاب سعرا أو قدرا معينا للمهور، المهر بتاع المرأة عشان يسهل الزواج يعني، وده من فقه عمر رضي الله عنه، ده من اجتهاده، حدد قدر معين للمهور، يعني ما في زول يزيد في المهر كذا، بس تدفع حاجة معينة، حاجة رخيصة كده تتزوج والناس تتزوج كده، فهمت؟ فقامت امرأة مرأة في المسجد فقالت يا أمير المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقال عمر الخطاب أصابت امرأة وأخطأ عمر. ديلها على القرآن، ترجع للقرآن طوالي، لكن تعال ارجع لجماعتك، شوف ناس برأي القوم تجي وتقول له ربنا قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الآية مش واضحة؟ يقول لك بناديهم. يا زول الله قال ما تناديهم، يقول لك بناديهم في كل قضية بناديهم، حيين ميتين بناديهم. ده مش ده من أهل القرآن هسه؟ أسألك بالله، ده من أهل القرآن؟ وربنا سبحانه وتعالى في أكثر من 20 آية في القرآن، بل كل القرآن بينهى عن عبادة غير الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، فلا تدعوا من دون الله ما ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ده مش كل قرآن، البرعي وين من القرآن ده؟ البرعي بجاي والقرآن بغالي، ما عنده علاقة مع القرآن. عشان كده لو جاء واحد قال لك انتوا ليه بتقولوا عن الجماعة ديل دعاة شرك مع انهم بيقروا القرآن، نقول له صح بيقروا القرآن، ما كذبنا، نحن ما قلنا ما بيقروا، بيقروا بيحفظوا القرآن، اي بيحفظوا، حافظين كتار. هسه تمشي اقرب جامع بجات اقول لها حفظت وين انت؟ يقول لك انا في خلاوي الزريبه، والبهناك ذاك حفظ وين؟ انا في خلاوي الغبش، وذاك في خلاوي الشكينيبه، حافظينه، لكن افتح لي القران ده من اي حته، قول الايه دي بتشتغلوا بها ولا ما؟ يقول لك لا لا، نحن طبعا الشيوخ بتاعنا نقول لنا ما تفسروا القران، كان فسرته بالجن. يا اخ معقول يا اخ تفسر القران تجن؟ وربنا سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وربنا سبحانه وتعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا
آياته وليتذكر أولو الألباب. تقول لي ما تفسر القرآن؟ طبعا بيجيبوا لك بيضربوا لك المثل، دي ما حياتنا نحن وده مجتمعنا كده، يضربوا لك المثل بواحد مجنون، يقول لك شايف المجنون بلقط في الأكيازك؟ أي يقول لك ده أنت قايل مشكلته شنو؟ ده فسر له آية بس. فسر له آية دي مش نجر من راسه يعني، لا لا، فسر له آية معناها فهم له آية صح. فهم صح؟ اعترض على الشيخ، الشيخ قشطوا لك بسطونة ولا ربطوا، فهمت؟ ستة شهور أكل ما في، ويدقوا فيه والحيران الغلاد ديلك يدقوا فيه، فكت منه مشى بلقط في الأكياس، يقول لك ده فسر له آية. يا زول ده دقيتوا انتوا ديل، ما في آية بتضل الله زول يا مسلمين، ما في آية بتضل الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهمت؟ القرآن هدى، القرآن نور، القرآن بينات، ما ممكن يجنن زول. لكن طبعا دخلوا وهم في الشعب السوداني، وهم بتاع انك اوعى تحاول تفهم لك آية، اوعى تحاول تفهمها، بس الآية دي يقول لك احفظ على كده بس، يقول لك نحن مولانا بس ادينا الحروف دي بنحفظ تمام افهم، تقول لك لا لا بس خلينا على كده، يقوم على حيله كب يا تحسونا تلحقنا. والقرآن كله بينهى عن الأمر ده بالذات، فهمت؟ الأمر ده كل القرآن يدور في أمر التوحيد كما قال ابن القيم وغيره من أهل العلم.